خمس بعد النور 24/1/2012 هاي اصلاحاتك يا نبيل العربي وهي اصلاحاتك يا دافي. طلع طلع البنايتين بحالهم قسم اسد دبابات. انت يا نبيل العربي قلت ما في دبابات. طلع بنايتين بحالهم نزلوا هاي الخزانات كل خزان بيت. الله اكبر عليكم. بيتين بحالهم تهدموا فوق اطفالهم وبيوتهم واهاليهم. شو ذنبوا هذول قاعدين بيوتهم؟ لو انه كان عم يتظاهروا قلنا بيقتلوا النظام السعودي يقتلوا المتظاهرين. اما هذول شو ذنبهم؟ طلع الاهالي عم تصعب الانقاض. دقينا الاطفائيين بالليل ما اجت اخذوا وقفوا الحاجز. دقينا الدفاع المدني وقفوا الحاجز. دقينا الصحه ما حدا اسعفهم. العالم ساعتهم هنيك الاهالي عم تصعب الانقاض. طلع شو ذنبه هذول؟ شو ذنبه؟ الله اكبر عليك يا بشار. هاي اصلاحاتك. مددت المهله عشان تقتلونا بزياده. انا غزه يا بشار. مددت المهله عشان تقتلونا بزياده. الله اكبر عليكم. الله اكبر عليكم. شو ذنبه هذا الشعب؟ شو ذنبه هذا الشعب؟ طلع البنايات تحته في محلات كلها رزق للعباد عم يشتغل. طلع عم يسحب ثيابهم. طلع عريس عم يسحب. شو ذنبه هالعالم؟ اخي عمره 5 أشهر تحت. طلع ما حد يسلم. ما حد يسلم. اطفال والله في اطفال ما يحسن نجيبها. شو نسوي؟ ليك عم النسوان قاعدين عم تبكي اولاده هاي قرايبينه. ما حد بيعرف اذا قرايبه ميت او لا. هاي عصابات مسلحه بتنزل. الله اكبر عليك يا بشار. بنايتين. الله اكبر عليك يا بشار. هيك شو ذنبه هدول العالم؟ طلع البنايات مكسره. طلع البلور. طلع كله رش القناصين على كل سطح في قناص. على كل سطح في قناص. امبارح اجينا نسحب نطفي الحريق يضربونا قناص يضربونا بسماري. هاي اصلاحاتك يا نبيل العربي. الله اكبر عليكم. الله اكبر عليكم. شو ذنبنا نحن؟ شو ذنبنا؟ شو سوينا بس لانه طلعنا تظاهرنا سنين؟ شو ذنبنا؟ هيك بتخرب البيوت علينا وعلى اهاليها؟ فهمنا بيطلع مظاهر هيك؟ طلع طلع ليك من هلا عم تحترق بيوتك. من هلا عم تحترق قلبها في اهاليها قلبها. ليك الغالي عم يبكي ما بيعرف اذا قرايبه تحت او لا. كل واحد عم يسال اذا قرايبي كان بالبيت او لا. في اطفال تحت. الله اكبر عليك يا باشا. طلع طلع تعال شوف. طيب ما بدنا حقوق انسان. ما اعترف علينا حقوق الانسان بس حقوق الحيوان ما بدنا نعترف عليه. حقوق الانسان ما اعترف عليه. يا اخي نحن ما لنا بشر بسوريا بس حقوق الحيوان ما بدنا نعترف هالشيء. شو ذنبه هدول؟ ما اروح هدول ما اروح هدول ما اروح هدول الخزانات ما كان البشر عم يصرف منهم الاطفال عم يصرف منهم. شو ذنبه؟ طلع ليك عم يطالع الثياب قلبي. ورجي ورجي يا اخي. طلع طلع شو عم يسحب الثياب. الله اكبر عليك يا بشار. الله اكبر عليك يا بشار. شو ذنبه؟ شو ذنبه؟ 5 أشهر عمره اخي تحت. الله اكبر عليك يا بشار. الله اكبر عليك يا بشار. طلع شو ذنبه هالعالم؟ شو ذنبه؟ طلع هذا كله عم يشرب. طلع فوق.